السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، في هذه الحلقة سنقدم تمثيل أعداد الحقيقية بصفة عامة. إذن على مستقيم مدرج سنبدأ بتمثيل الأعداد الصحيحة النسبية. سنعتبر مستقيم ونعتبر عليه نقطتين O و E، بحيث O تمثل عدد صفر و E تمثل عدد واحد، ونقوم بتدريج هذا المستقيم حسب وحدة تدريج O E. إذا على نصف مستقيم O E سنمثل الأعداد الصحيحة الموجبة، وعلى نصف مستقيم O E بريم الأعداد الصحيحة السالبة، بحيث E بريم نمثل عليها العدد ناقص واحد. إذن كل تدريجة من هذا المستقيم تمثل لنا عددا صحيحا نسبيا، ونمثل على النقط الموجودة بين كل تدريجتين متتاليتين الأعداد العشرية النسبية والأعداد الجذرية والأعداد اللاجذرية. بالنسبة للأعداد الجذرية بالنسبة لتمثيل الأعداد الجذرية، نعتبر أننا سنمثل العدد مقامه 5. إذا سنقوم بتقسيم القطعة إلى 5 قطع متقايسة بالطريقة التالية. سننشئ مستقيما مدرجا O E، وسننشئ نصف مستقيم أصله O كما هو مبين في الشكل، وسنعتبر 5 نقاط، بحيث كل نقطتين متتاليتين يبعدان بنفس المسافة فيما بينهما. وبعدها سننشئ المستقيم المار من النقطة E، وآخر نقطة يعني خامس نقطة، وسننشئ المستقيمات الموازية لهذا المستقيم. ستقطع القطعة OE وتحدد عليها قطعا متقايسة، إذن سنحصل على قطع متقايسة، يعني قمنا بتقسيم القطعة OE إلى 5 قطع متقايسة. مثلا نريد أن نمثل 3 على 5، سنبدأ من النقطة O ونحسب 3 تدريجات من هذه 5 قطع، ونمثل عدد 3 على 5. إذا أردنا أن نمثل مثلا 7 على 5، إذا سنحسب 1 2 3 4 5 عندما نصل إلى E، يعني 5 على 5، لأن سنكون لدينا 1 على 5، 2 على 5، 3 على 5، 4 على 5، 5 على 5. وبعدها سنقوم بتدريج القطعة التي تمثل بين النقطة E وطرف القطعة الثاني، سيكون يمثل العدد 2. سنقوم بتقسيم هذه القطعة إلى 5 قطع متقايسة، وسنحصل على تدريج الأولى 6 على 5، وبعدها 7 على 5، وهكذا، ونسير ونحصل على تمثيل هذه الأعداد الجذرية بالضبط. إذا كان العدد سالبا نفس الطريقة، وذلك على نصف المستقيم O بريم. يمكن أن نقوم بتقسيم القطعة O E، وحسب العدد سنقوم بتقسيم القطعة التي يوجد فيها العدد حسب بسطه وقيمته بصفة عامة. الآن إخواني الأعزاء سنمر إلى تمثيل الأعداد اللاجذرية. نعلم جميعا كما جاء في حلقة سابقة أن إذا كان المربع مساحته تساوي 1، قطره يساوي جذر المربع 2. يعني إذا كان لدينا مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية، طول كل ضلع
محادي للزاوية القائمة يساوي واحد، فوتره يساوي الجذر المربع 2 حسب مبرهنة فيثاغورس. البرهنة جد سهلة. إذا اعتبرت مثلث قائم الزاوية طول كل ضلع محادي للزاوية القائمة يساوي واحد، إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن طول الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعين أخرين، يعني 1 أس 2 زائد 1 أس 2 تساوي 1 زائد 1 هي 2. إذا بما أن القطر أس 2 يعني مربع الوتر أس 2 عفوا وليس القطر، مربع الوتر يساوي 2، فإن طول الضلع يساوي الجذر المربع 2، علما بأن المسافة تكون دائما عددا موجبا، فهو يمثل قطر المربع الذي مساحته تساوي 2 كما سبق أن رأينا ذلك في حلقة سابقة. إذن وجدنا القطعة التي طولها يساوي الجذر المربع 2، سنشئ الآن الدائرة التي مركزها O و شعاعها جذر المربع 2، ستقطع المستقيم OE في نقطتين، النقطة الأولى على نصف المستقيم OE تمثل عدد جذر المربع 2، والنقطة الثانية على نصف المستقيم OE' ستمثل لنا مقابل جذر المربع 2 يعني ناقص جذر المربع 2. لتمثيل العدد جذر المربع 3 سننشئ المستقيم المار من النقطة التي تمثل جذر المربع 2 وعمودي على OE، ونعتبر نقطة بحيث تكون مثلث نعتبره قائم الزاوية أحد أضلاعه جذر المربع 2 والضلع الثاني 1، ونحسب كم يساوي طول وتره. إذا طول الوتر حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة طول الوتر أس 2 يساوي 1 أس 2 زائد جذر المربع 2 أس 2 يعني 1 زائد 2 يساوي 3. بما أن المسافة عدد موجب فإن الوتر يساوي جذر المربع 3. ننشئ كذلك الدائرة التي مركزها هو طول وشعاعها هو طول هذه القطعة التي يساوي جذر المربع 3، تقطع المستقيم مدرج في نقطتين جذر المربع التي تمثل جذر المربع 3 وناقص والنقطة التي تمثل جذر المربع ناقص عفوا جذر المربع 3، يعني يكونان النقطتين متماثلتين بالنسبة للنقطة O. وهكذا ننشئ مرة أخرى العمودي على OE والمار من هذه النقطة التي تمثل جذر المربع 2، إذن سيصبح لدينا مثلث قائم الزاوية في هذه النقطة وطول الضلعين المحادين للزاوية القائمة هما 1 وجذر المربع 3، وحسب مبرهنة فيثاغورس سنجد أن جذر المربع 3 أس 2 زائد 1 تساوي 3 زائد 1 هي 4. إذن سنحصل على القطعة التي طولها يساوي جذر المربع 4. ننشئ الدائرة التي رأسها عفوا مركزها النقطة O وشعاعها جذر المربع 4، تقطع المستقيم OE في النقطة التي تمثل 2. لماذا تمثل 2؟ لأننا نعلم جميعا أن جذر المربع 4 هي جذر المربع 2 أس 2 هي 2، إذن فعلا ستقطع الدائرة المستقيم OE في هذه النقطة، وبالتالي يمكن أن ننشئ جذر المربع 5 وذلك بإنشاء العمودي على OE دائما والمار من النقطة التي تمثل عدد 2
ونلاحظ أن المثلث الذي سنحصل عليه طول أحد أضلاعه 1، وطول الضلع الثاني 2. 2 أس 2 زائد 1 أس 2 تعطينا 4 زائد 1 هي 5، وهي طول الوتر أس 2. إذن فجدا مربع هذا العدد يعطينا جدا مربع 5، وبالتالي نمثل عدد جدا مربع 5 ونسير هكذا، ومقابلاتها ستكون بنفس الطريقة وباستعمال مماثلات هذه النقاط بالنسبة للنقطة. وكلما سنحت الفرصة سنعيد هذه الطريقة وسنستعمل ذلك في مفاهيم. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة. شكرا على المتابعة، شكرا على تشجيعاتكم والمزيد من الاشتراك والتشجيع، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، وشكرا.